لك منشوفك باسطنبول. أكيد جميلة خانم، اليوم بحاول خلص الإجراءات وبكرة بلحقكم. خلينا نمشي. علي بيك، هاي الرسالة تركوها لحضرتك. شكرا. ما قال اسمه؟ لا ما قال شي، ما منعرف. شكرا. يلا خلونا نمشي. علي بيك خير فيك شي؟ إذا بدك منوقف. قبطان علي فيك شي؟ شو صار لك؟ أعطينا مي. علي شو صار لك؟ احكي علي. خذ مي اشرب. ناخذك على المشفى؟ لا. في خبر مو منيح بهالورقة؟ خلونا نمشي، أنا منيح. طيب اشرب مي كمان. شو نام مصطفى؟ من شوي نام يا خانم. بس يفيق بيكون جوعان، انت طعمي. ماشي لا تاكلي هم كارولين خانم. انت لا ينسى. بس يفيق لازم يغير له ثيابه. بعرف، قلت لك لا تاكلي هم يا خانم. تمام. أنا بده يروح. برجع قبل ما أنت يروح. تمام. شو علي رح تضل هون؟ أنا لازم روح على البيت، ماشي؟ إيه لازم تروح، ضروري ترتاح شوي. لكن بعد ما بتوصل البيك على بيته، مر لعنا على البيت وحط لي شنطتي. أمرك يا خانم. سلامة قلبك قبطان علي.
مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا كينان. تفضلي. علي وينه؟ علي بيك راح على البيت حتى يرتاح شوي. طيب. بليلة بليلة قرب على البليلة. بليلة قرب على البليلة. الحمد لله على السلامة يا بيك. كارولين كارولين. مين يا؟ ليش هيك عم تدق؟ رح تكسر الباب. شو بدك من الخانم؟ ليش مين حضرتك؟ أنا المربية تبع مصطفى. ومن أنت مصطفى عنده مربية؟ مين شغلك؟ كارولين خانم هي اللي شغلتني. نزلي افتحي الباب يلا. كيف بدي افتح لك وأنا ما بعرف مين بتكون؟ لك مصطفى بيكون. أنا جوزة لكارولين. نزلي افتحي. ما فيني. كارولين وينها؟ من شوي راحت. لوين راحت؟ وأنا شو بيعرفني لوين راحت؟ ما عارف. ايه بنزل افتحي لي. ما بفتح. لك مين انت حتى تمنعيني فوت على بيتي؟ شو هالحالة هاي؟ افتحي الباب يا بنت. لك افتحي الباب. مجموعة من الناس بيكونوا مثل الفرجار، رجلهم المبوزة بتكون مغروزة بالأرض، ورجلهم التانية اللي فيها الألم بتدور لمسافة كبيرة، بس ما بيطلع بيدهم يعملوا شي غير يدوروا حوالين حالهم لأنهم مرتبطين بالمركز. بيفكروا حالهم عم يتقدموا، بس الحقيقة أنه كل حياتهم عبارة عن دائرة كبيرة. كريم، انت وصلت كارولين لشي محل؟ من شوي وصلتها. لوين؟ على شركة كارجي. حرك